ينطلق هذا الأسبوع في الولايات المتحدة الفيلم الوثائقي القاضية الذي يتمحور حول أول قاضية شرعية فلسطينية وهي خلود الفقيه التي عينت في المنصب عام 2009. وكانت هي جريئة، قالت لي أكثر من مرة نريد نحن كالنساء أن نتولى مناصب القضاء كالرجال. ولكن تعيينها أثار وقتها جدلا بين الأئمة وفي الشارع الفلسطيني. العادات والتقاليد أصبحت أقوى من الأحكام الشرعية. هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة لا تتوافق مع الأسس الشرعية. أنا ضد أن تكون قاضي يعني لحالها تحكم في بعض المواضيع. قبل الإسلام المرأة كانت حقوقها مهضومة. المرأة كمان الرجل يسجن بين العقل والقلب عنده، فبتكون أحكامه أكثر صواب من المرأة. زوجها سادي في علاقته الجنسية معها، فكيف تعطي تفاصيل هذا العنف لرجل آخر وهو القاضي؟ إذا ما حققتش العدالة لنفسي مش راح أحققها للناس. مارست الفقيه المحاماة في المحاكم المدنية والشرعية منذ تخرجها من جامعة القدس عام 1999، وركزت نشاطها على الدفاع عن حقوق المرأة، وهو ما دفعها لاحقا إلى المطالبة بوجود منصب قاضي للنساء في المحكمة الشرعية. لماذا في رأيك لا يوجد هناك قاضيات مسلمات، ولكن نعرف أن كان هناك نساء رأست دول إسلامية وكانت زعيمات مثل شجرة الدر وراضية من الهند؟ المنع جاء بحكم تراكم عادات وتقاليد بأن المرأة يجب أن تبقى بالبيت وأن تمارس الدور التقليدي وأنها تمثل الشرف ويجب أن يحمى هذا الشرف وأن يغطى وغير ذلك من الأمور. مع الزمن أصبح مقبولاً لدى المرأة أن تمارس هذا الدور التقليدي البسيط وتتنازل عن حقوقها في سبيل الاستمرار. ولكنهم يعني هاي العادات دائماً تستخدم الشرع لكي تملى على النساء. العيب فينا نحن كأشخاص الذين نطلق الأحكام كما نريد، يعني بما يحقق المصالح. يعني الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين المرأة وبين الرجل على أساس الجنس. ولكن في الشرع كما نعلم شهادة الرجل تساوي شهادتي امرأة، صحيح؟ فكيف يمكن المرأة أن تكون قاضية وتحكم بين الرجال والنساء حتى شهادتها غير مقبولة؟ طبعا لدينا الآن بعض القراءات وأنا على اطلاع عليها أنه عادوا بهذا النص إلى أن المرأة في ذلك الزمن لم تكن لديها احتكاك، خاصة نتكلم عن معاملات مالية وتجارية، فجاء هذا النص حتى يكون إنه فإن نسيت إحداهما العلة أو السبب، فإن نسيت إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الهدف هو تذكير وليس إنقاص من حقوقها، بحكم طبعا ما فسره العلماء أن هي تمر المرأة بحالات جسدية مختلفة قد تؤثر على تذكرها للوقائع الدقيقة. ولكن حالياً الدراسات تقول أن المرأة حالياً هي تشاطر الرجل في كل أعماله وهي موجودة في الميدان، إذن لما لا تكون شاهد وتأخذ شهادتها بشكل كامل؟ أنت في محكمتك إذا جاءت امرأة وشهدت ضد رجل هل تطلبين امرأة ثانية لكي تؤكد على هذه الشهادة؟ حسب موضوع الشهادة طبعاً أنا ملزمة بتطبيق النص الشرعي، في غير ذلك ملزمة بتطبيق النص القانوني، بحيث أنا لو حدت عن هذا النص وقبلت شهادة واحدة، طبعا هنالك رقابة على أعمالي كمحكمة ابتدائي محكمة الإسلام والمحكمة العليا، طبعا سيتم فسخ القرار. أنا اليوم بالقرن 21 مش ضروري أطبق إشي كان بالقرن العاشر. أنت ذكرتي بالفيلم أنك لا توافقين على تعدد الزوجات شخصيا. شخصيا وهذا طبعاً ضد الشرع، يعني بالشرع يمكن للرجل يتزوج أربع نساء. يمكن في تفسير بعض العلماء الأصل ليس التعدد، الأصل هو الواحدة، وأن تحققت المصوغات للعدالة المطلوبة يستطيع أن يعدد. أنا شخصيا لا أقبل أن أتزوج على زوجي، هذه فطرة المرأة بأي مكان كانت. يعني هل يمكن انتقاء بعض القوانين؟ يعني مثلا يوجد قانون من يقتل ابنته او اخته على خلفيه الشر، مثلا قانون عقوبات ليس قانون شرعي، يعفى من العقاب او ياخذ عقوبه مخففه. هل هذا ليس شرعي؟ انا قلت هذا قانون عقوبات، هذا قانون يعني وضعي، ولكن هذا كان مطبق، هل بالضروره ان اطبقه اليوم؟ النساء لم تشترك ابدا في كتابه هذه القوانين.
هل يمكن للنساء أن تقبل قوانين كتبت على يد رجال وأن تملى عليها؟ وأقول وأكرر ليس عيبا بالشرع، مثلا في قانون الأحوال الشخصية الذي نطبقه وهو مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية في 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 الأحكام القطعية الدلالة قطعية الثبوت، وفي المذهب الحنفي من الأمور الفقهية والتفسيرية تم إعداد قانون أحوال شخصية فلسطيني أعده العديد من القضاة وشاركنا فيه نحن القاضيات، يطالب برفع سن الزواج من 14 سنة و6 شهور إلى 18 سنة لنواكب بذلك التطورات القانونية واتفاقية حقوق الطفل والدستور وكل القوانين، ما العيب في ذلك، ونحن نقول عن قانون شرعي. أيضا الحضانة كانت موجودة بحكم شرعي بمذهب فقهي أنها في سن الحاجة للرعاية هي للأم وبعد ذلك تكون للأب، في قانون الأحوال الشخصية المشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الذي عاده القضاء ونحن منهم كنساء أيضا طلبنا بأن تكون الحضانة مشتركة بين المرأة والرجل وأن نعتمد على تقرير أخصائي نفسي بالمكان الأفضل للطفل، المصلحة الفضلة للطفل، أيضا هذا من منظور شرعي. في قانون الأحوال الشخصية المطبق حاليا المرأة التي لا يستطيع زوجها الإنجاب لا تستطيع أن تطلب منه الطلاق، في حين في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي وضع بأيدي قضاة شرعيين منهم النساء تم إدراج مثل هذا النص أنها تستطيع أن تطالب بالطلاق منه وأن تمارس أمومتها من زواج آخر. ألهمت الفقيه نساء أخريات للمنافسة على منصب القاضية الشرعية ليصل عددهن إلى 3 قاضيات في المحكمة الشرعية الفلسطينية، لكنهن ما زلن أقلية ضعيفة، فعندما انتقدت الفقيه ممارسات بعض القضاة الرجال فصلت من منصبها. ما جرى مع القاضية خلود هو نتيجة لإبلاغها عن مظاهر الفساد التي كانت في القضاء الشرعية. عانت النساء من الظلم والتمييز في كل المجتمعات، وبينما حققت النساء الغربيات تقدماً ملحوظاً في المساواة مع الرجال في القرن العشرين، ما زالت حقوق النساء العربيات مهضومة في معظم المجالات. أننا عندما نسلم الزمام، نحن النساء نسلم هذا الزمام للرجل ليفعل ما يريد الشرع ما يريد، إذن هذه النتيجة. لماذا لا أنا أدافع عن حقي؟ أنا أدرى بنفسي، أنا أعرف حقوقي أكثر. طبعاً أنا لدي الأطر الشرعية واضحة، إذن علي أن أناقشه لماذا حرمتني من هذا الحق وهناك الشيء الشرعي مباح، فأن أضع نفسي رهينة بيد بعض الأشخاص وقد يكونوا نساء. النساء أكثر تعصباً وظلماً على النساء من النساء. صحيح. فبالتالي لماذا أنا أكون منقاذ والله سبحانه وتعالى دعانا إلى أعمال العقل. السؤال هو هل يمكن للنساء أن تحقق هذا المستوى من المساواة بين الرجل والمرأة في العالم الإسلامي، وهل يمكن لك أن تقوم بتعديل بعض نصوص الشرع لكي تمنح النساء حرياتها مثل الرجال؟ طبعا أنا كقاضي في المحكمة إذا وجدت أن نص فيه يعني بحاجة إلى تعديل، بحاجة إلى تغيير سواء بالكل أو بجزء أو بأشياء معينة، طبعا ليس أنا، كل القضاة علينا مسؤولية أن نرفع بذلك كتب وتوصيات للجهات المسؤولة. نحن بحاجة للتعديلات لموائمة التطورات، يعني هناك ثغرات لابد أن نقوم بإزالتها وإعطاء النص الصيغة التي تلائم الموجود. منذ العرض الأول لفيلم القاضية في مهرجان تورونتو السينمائي في أيلول سبتمبر العام الماضي، قامت الفقيه بجولات ترويجية في الولايات المتحدة وألقت محاضرات في مراكز أكاديمية رفيعة المستوى دافعت فيه عن حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية. قد يكون الغايم أيضا من الفيلم أنا أود أن ينتشر ولكل العالم إنه المرأة ليست مضطهدة، أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها، بيان إزالة هذه الصورة المشوهة عن المرأة. المرأة تستطيع أن تمارس دورها، المرأة وجدت مع رسول صلى الله عليه وسلم بالمعارك وكانت تجاهد وكانت تسعف وقد يكون أصعب مكان هو ساحة المعركة، لم ينكر عليها ذلك. فبالتالي يعني المرأة ليست مهضومة الحقوق، نحن من بلورنا هذا الهضم ونحن من بأيدينا من قمنا بذلك.
تعد نظرة الغربيين العامة لأحكام الشريعة الإسلامية سلبية وعدائية، وذلك لأن مصدر معلوماتهم عنها هي فتاوى الحركات الجهادية المتطرفة التي تدعو إلى قتلهم وتخنق حريات النساء. فهل يمكن للفقيه وفيلمها تغيير تلك النظرة؟ حسام عاصي، BBC.